السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاهد زفزاف رئيس الاتحاد الجزائري يحسم الجدل حول ترشح الجزائر لاستضافة كان 2025. ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. حسم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهد زفزاف الأمر حول ترشح الجزائر لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 خلفا لدولة غينيا. وقال جاهد زفزاف في تصريحات صحفية اليوم السبت جاء فيها: بالنسبة لترشحنا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 الأمر سابق لأوانه. وتابع حادثه قائلا: سنجمع كل المعطيات لاتخاذ القرار النهائي في الوقت المناسب. كانت هذه تصريحات رئيس الاتحاد الجزائري بعد سحب التنظيم رسميا من غينيا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.